صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم 6 لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما جاء فيه صدق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما الموقع في مقر الإيكاو بمونتريال في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام 2019 والمرافقة لهذا القانون